بدوره أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن السلام الذي نصنعه اليوم سيتوسع ليشمل دولا أخرى في سبيل إنهاء الصراع في المنطقة، مشيرا إلى أن الإرادة القوية هي التي تصنع السلام. أنا ممتن للملك حمد بن عيسى ملك البحرين ولك أيضا وزير الخارجية عبد اللطيف الزياني لانضمامك إلينا في جلب الأمل. الإسرائيليين والإماراتيين والبحريين كلهم سيحتضنون بعضهم البعض. نحن حريصون على الاستثمار في السلام والاقتصاد والازدهار. سنتعاون على مكافحة كورونا، وأنا متأكد بأننا معا سنجد حلولا للعديد من المشكلات التي تؤثر على منطقتنا وعلى العالم.